كما شهدت معارض أهلا رمضان بمحافظة القليوبية إقبالا كبيرا من مواطنين لشراء احتياجاتهم من السلع الغذائية بمختلف مدن المحافظة نظرا لانخفاض أسعارها وجودة المعروضات. وتضم معارض أهلا رمضان جميع أنواع السلع الغذائية والأساسية وأنواعا من اللحوم والدجاج بأسعار مخفضة تصل إلى 30% عن الأسواق لتلبية كافة احتياجات المواطنين. وأشادوا مواطنو المحافظة بالمعروضات مطالبين باستمرار مثل هذه المعارض والمراقبة المستمرة عليها. تم افتتاح مجموعة من المعارض، معرض بنها ومعرض شبرا في المؤسسة. دول معرضين تم افتتاحهم يوم الخميس 5 يناير بحضور معالي الوزير وحضور معالي المحافظ، وخلال أيام إن شاء الله هيتم افتتاح 3 معارض، معرض في القناطر الخيرية ومعرض في طوخ ومعرض في الخنكة خلال الأيام القادمة إن شاء الله، بالإضافة إلى مجموعة أخرى من المعارض، ليصل إجمالي المعارض في محافظة القليوبية لتقريبا 10 معارض أهلا رمضان لتخفيف العبء عن المواطنين. كل السلع طبعا موجودة، أهم سلع الناس بتدور عليها النهاردة الرز، الزيت، السكر. الرز موجود عندنا في معرض بنها في عرض خاص موجود 12 جنيه للكيس المعبأ. طبعا معلوم لدى الجميع ان طبقا لتعليمات معالي الوزير ان سعر الرز السايب بيبتدي من 12 جنيه. اي حد اللي هو عايزه في اي وقت، واحنا شغالين من الساعه 8 الصبح لحد الساعه 8 بالليل، وبقى لنا 14 يوم شغالين، وما شاء الله الله اكبر، يعني الدنيا شغاله كويس. معرض جميل جدا بصراحه، بيخفف العبء عن كاهل المواطنين، الاسعار فعلا متهاوده وارخص من بره بكتير.